بعد من قبل يومين انت تسوي لي الحين. لا هي شغله ان هي تعود، يعني انت متعود مثلا ان الله والله عادي اقوم مثلا انا ويا مرتي نروح مثلا الجمعيه، بس حمد ان شنو ما تجبرك هي، ما تجبرك لا ما تجبرك مثلا، بس ما مرتك تقول لك قوم حبيبي خلينا نروح الجمعيه نتسوق مع بعض نشوف شنو ناقصنا هذا. في ريايل انا الجمعيه انا مو صدق لا هذا غلط، ليش بالعكس قوم وياها وشوف شنو تبي، يمكن انت حتى عندك احتياجات تبيها مضطر عليها تبي تاخذها هذا بنفس الوقت. ايش معنى بس تكتبون حق الحريم بس يكتب لها ورقه ويحط لها اياها ويلزقها عند الثلاجه ان هذه النواقص اللي يبيها، وبالذات اذا كان لاعب بنادي يعني ما اذا هو مشغول مو مشكله هي تروح، بس اذا هو ما عنده شيء وقاعد بالبيت قاعد طالع تلفزيون وقاعد كذي بس ياكل ويحط الاكل ببطنه ومرته تروح الجمعيه بالعكس وهو كيفه، بس حلو انه يروح وياها. حلو لما تبي تروح مثلا السوق تجيب شيء مهم يروح وياها، لما تدرس عيالها توهقت بشغله وهو مثلا يكون فاهم هالشغله يشرح لها عشان إيه هو إيه هي تشرح حق عيالها، تروح له تقول له والله انا مو فاهمه، بس انا كوجهه نظر انا عندي طبيعي ان المراه تساعد بالبيت تشيل وتحط وتنظف اكثر من الرجال، اكثر من الرجال هذا اكيد، بس احنا شنو قاعد نقول بس إن بس الرجال وما اشوف انه صح وما اشوف انه والله بالنسبه ان انا كويتيه وعايشه بالكويت واللي اشوفه اشوف انه ما شفت انا والله انا قاعده طالعه تلفزيون ريل على ريل والله فلان يجيب لي ماي فلان يسوي لي شاي في يعني فئه قليله حلو كذا 2% 3% اذا بطلب هالسوالف اكون تعبانه اكون مريضه اكون والده لا تدل عين عليك توني راده مستشفى هو اساسا رايح المطبخ بقول له عافيه وانت يعني بليز وانت رايح يجيب لي ماي صح احنا ما يجيب لي ماي بس في بنات مثلا نوعهم مثلا الدلع يدلعون على ريالهم عادي ترى حلو الواحده تكون دلوعه مع رايلها مثلا حبيبي يجيب لي كذي حبيبي سوي لي كذي الله تفرق على المره يعني المره اذا شافت رايلها مزاجها متعكر ما تطلب منه شيء لا تخيل انت تخيل تهني رايلها مثلا مزاجها متعكر وتجي تقول له مثلا حبيبي يجيب لي ماي يلاقيها شفتي هناك شنو في تقول له اي قول له بطل الباب وطلع يلا لا احنا ما نبي يسوون لهم كذي لكن انا قاعد اقول لك حمود ما شاء الله انت فاهم امور الزواج جميلك مره يعني زواجها شوف حمود انا صدقني يعني مو سالفه ان هذا يعني اذا ان شاء الله زوجك خلاص اذا الله وفقني وجيت تزوجت قريبا انا احس ان انا وايد يعني مرتي راح ادلعها اي لازم ادلعها ما عرفت يعني لازم اشوي المقوله اللي تقول يا جهيله لا تنكتين يا بنات يا حلوين عندنا ولد ولده هذه مواصفاته بعد مو بالمجله حاطين اعلان كاهو على الهواء مباشره يعني هذا اول برنامج كذي عندنا واقعي تشوفوا صورته زوم عليه اوقف كأنك صنم انت وجبنه بلاستر جبن المراعي اللي حاطه على رقبتك المثلث واوقف عدل هذه مو شو اسمه هذه اوقف عدل هذه مو شو اسمه عجبتهم بالكثير هذه مو شو اسمه هذه مو جبنه مراعي جبنة المراعي مو كذي هذه ابو الولد هذه مو ابو الولد ابو الولد والله عاد ابو الولد لعبة ايش كيري لا لا ابو الولد اللي فيها رسمة ولد نص ايش اسمه نص ايش اسمه لا تشتري ما اسمع اسرار كاي تفضلي يا اسرار انزين فعندنا واحد عمره 18 سنة لا رجاء كبرتيني 21 سنة 16 لا لا تبي 21 تو بالغ السن القانوني وموظف وعنده معاش اللي يكفيه ويقدر يكون ربيته أسرة كاهو نفس ما انتم شايفينه بعدين فوق هذا في براءة مو طبيعية يعني حمود مسوي لي فيها قب قب كل يوم يروح النادي شوف قب قب وحال تان بعد وتان بعد اليوم بحر اذا تبون يعني عندنا واحد فكنا منه للزواج تكفون وعلى فكرة المهر عليه بعد المواصفات اللي بيها ما بيها تكون يعني شنو انا بس ابيها تكون يعني عندها يعني شوفوا عندي يعني انا المواصفات اللي ابيها تكون يعني فول اوبشن على قولة مخرجتنا وتكون بليز معدتنا سوري وبليز لازم تكون عندها بنك متحرك او متنقل او اي نوع من انواع البنوك المهم ان عندها بنك سوري 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 انتظروا 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 بنا الان فلا تترددوا اتصال الان اشمل الشاشه حطوا رقمي على طول الطول القزم الطويل القصير في شيء عندنا طبعا للاتصال فقط الو صوتك حلو راح ارد عليك صوتك كان الو راح اسكت التليفون وما راح ارد عليك واذا كانت الخطوط مشغوله اذا كانت الخطوط مشغوله يرجى الاتصال على اسرار او محمد رضا راح يردونهم يتابعون معاكم البرنامج الرياضي مالي وانا احاول ان شاء الله اني انا اتوافق واشوف اي موتر صغير اخذه حتى لو طقطق يعني انت تتزوج زواج مصلحه خرج على موضوعنا رد على الموضوع ما منه فايده قلنا بنزوجه تعطني فلوس يعني خدعتنا حمود توك خوش ريال يعني تدق بامانه تدلع مرتك قاعد تسمزر علي على الهواء تقول لهم بنزوجك بالحلال يا سلام اللي بيتزوج على الهواء تزوج؟
اي بالعكس يعني بنزوجك بالحلال نربط راسك دام انك تزوجيني على الهواء دام انك تزوجيني على الهواء ابليس اشرار ابليس ابليس ابي كم كردنشي لا عيل كذي اغسل ايدك راح تظل طول عمرك عانس زين شكيره كمل كمل زين بريتني سبيرز رباب وماتت كنا بنزوجك رباب الله الله على رباب الله يرحمه الله على رباب وخنينه رباب الله بهيب لك كم مو كم بجيب لك كم كم كاي قاعدين كاي لا يا حلو والله ما فيني شيء جني البخت جني البخت مو انا مو عاجبك عاجبه غيرك انت كم خلاص انا راضي صراحه انا حلوه بعيون غيرك انت ذبحت خرج على الموضوع يا حمود ذبحتنا حمود خرج على موضوعنا زين خرج حق موضوعنا فانا قاعد اقول لك انا واحد من الناس يا زين وين حطوا رقم جلاد تحت جلاد الزواج على الشاشه اشمل الشاشه يلا يا رب تطيحها بوحده مو جيكر ابيها جميله جدا كذي وماكو رقبه وتطلع دينك تفلسك تاخذ منك دينار ينطح دينار حطوا رقمه هذا رقمي طبعا وترى الفكره رقمي ترى والله ذهبي انا قاعد اموت مو اشهر الليل والليالي عشان اطلع لكم الرقم هذا الغالي اصفار كول مي الان دونت يعني talking about for any girl or woman or man ladies and gentlemen no بس خلاص كمل اهم شيء المربع لا خرج على موضوعنا الحين يلا احنا نشوف انا بس بسرعه لان ربي ترى في ناس يزعجون انا اشوف انه مو عيب اذا الريال يخدم مرته يعني او يخدم اهله او البيت كله يعني اخر شيء انت ريال انت الراتب عليك انت همت شغل البيت واحد من عيالك مرض مو عيب تودي واحد من عيالك مشكله بالمدرسه عادي تروح تراجع تشوف شو المشاكل يعني اهم شيء انا معي تأيد ان انت مثلا تعطي يعني تعطي الحنان الكافي اكيد تدلع مرتك حلو ان انت تكون متسامح وياه انه والله طلبت إيه مني شيء اقول انه شيء انه يعني عن قناعه اول شيء ما حد يجبرني ما حد لا تكون شخصيته قويه تجبرني انه قصر لا ما في لا انا قصدي شوف انا قصدي بالبيت شوف حمود ركز ما في مره مثلا انت تكون يعني ما بيك تكون انت لا اكيد مرتك لا انا قاعد اقول انه مثلا مرتك مثلا الطلبات اللي هي البسيطه الحلوه إيه اللي, أنا انت اللي انت تحس انه في ريايل صدق انه يقولك مصدق في حد لا انت تسويها لانه هذه مرتك هذه يعني هذه الانسان اللي هي معك بشكل عام يعني المراه او الاهل عموما يعني بالعكس هم الاول بعدها الشغل لازم لحقين على الشغل اذا ما احترم اهلي او مرتي ما في خير انا اقول تخيل مرتك مريضه جدا شوف الله لا يقولها وممكن بحالة ولادة أو ممكن هذا ودق عليك إيه؟ وتقول لك تعال الحق علي أنا مو قادر يعني ما أقدر لا أسوق ولا هذا ويقول لها مو فاضي قاعد بالديوانية قاعد ألعب الجبل الحين هذا الجيم يعني توني أنا بلش فيه أنا شوف حمود تخيل. أنا اللي رد يعني رد أنا يقول يعني أكيد ما يحب مرته ولا عنده مكانة يعني ولا حتى يعز أو يحترمها اللي مثلا بس تاخذون حريم وتخلونهم يخلفون ووقت الولاده ما تعرفونهم اللي يرفض هي حق مرته بهالوقت على ما تبكي لها يعني هذا اللي اشوفه انا بالنهايه اقول انه مو عيب بالعكس يكون فخر اللي يخدم البيت او اهله ترى حتى هالوقت يعني الريال مو ماكلها ولا المره يعني الخدامه انا اشوف الخدامه هي قاعد تسوي اي شيء حتى لو تبي تلبس ساعتك بس حمود الخدامه قاعد اشوف شو مشاكل الخدم وراهم يعني ما بس الحين شوف الهال اغلبيه الهال يعني يقطل على منو الخدامه تربيه الخدم الخدم يعني الخدم واليهال شوف هالايام يكلمون لغه الخدامه هندي ولا مع احترام حق كل الخدم يعني شوف عادات يعرف عاداتهم يعرف لغتهم يعرف اخبار الخدام اكثر ما يعرف اخبار منو حتى اهله الياهل لو تشيل امه يبكي تشي الخدامه يشوف الخدامه تمشي قدامه يشهق يشوف الخدامه يستانس يبي خلاص اي فليش انه تخلي مثلا ولدك يتعلق بالخدامه مثلا الخدامه صار فيها شيء سافرت منو بياكل اخر شيء يعني لا تبدأ خدامك كل شيء كل شيء حمود قبل شو اسمه عشان عندنا طلع سريع شيء ففهد قلت أسورة مشكورة على تواصلك معي بالفيسبوك أنت تزورين البصرة في العراق فديتك هي طبعا ما شاء الله عليها كانت كل ويكند بالبصرة بس السنة هذه ما جاتك لا حبيبتي أنا ولا مرة جيت وإن شاء الله إذا هي راح أقول لك وبس هي وايد صعبة بس إن شاء الله وعد إذا جيت راح أني كلنا نصور عندكم تقرير أنا والشباب بجادرينج بس الحين اطلع فاصل اشوف موضوع اني ازوركم ونرجع لكم الليله دوب ولازم نرضى بالقلوب اللي لدي
ورجعنا لكم من ثاني من الفصل السريع اللي رحنا فيه ورجعنا لكم. ان شاء الله كل مشاهدين برنامج قدرنج شو ان شاء الله متفقدين ونايمين، والمصورين كانوا زعلانين وطالعين يضربوا سيجاره بني وانا دماغي بياكلني. على العموم على العموم الحمد لله انضموا ورجعوا بالسلامه، ونقول لكم احلى تحيه للعنيد الكنجا ابو اسرار حقي، ونقول له حبيبي صفاوة مصورين صفاوة لابو اسرار، انتوا وعدتنا بكره حتجيب لنا مطبق سمش. لا لا مو مطبق سمش، برياني. انا ابي اوجه تحيه كبيره 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 حق ابوي. وان شاء الله باكر وعدنا ان باكر راح يسوي لنا بس نعمل المقلوبه، باكر بيسوي لنا مقلوبه لينا من امي انا. زين محمد يقول ليش مقلوبه؟ هذا حقنا حق شغلنا احنا يعني احنا اللي عشانكم بيسوي لكم. اوكي بس خلاص صراحه فوق راسي يعني. لا والله احلى تحيه حق ابو اسرار. طلع من موضوع ان الريال يصير يطبخ ولا ابي بري ذمته، ويا بيسوي لنا باكر يعني. وشوف ابو كان فهمت انه مو عيب عندنا يطبخ حق عنده مو عيب، ومستانس وايد قاعد يطالع الحلقه اليوم. حمود خل لاحظ شوف يعني ابهات قبل يعني الكبار بالعمر نزلوا طول بعمرهم انه متفاهمين الوضع انه لا مو عيب اخدم مرتي مو عيب اخدم اهلي. هالايام يعني الجيل هالي جديد الحين زين نشوف انه ماخذ الامور لا عيب. شنو انا يعني برستيجي انا اللي مثلا صدقني اطبخ؟ حمود صدقني هذا التفكير وايد ترى وايد رجعي وسيء، لكن في صدق انت ناس ما قلت ريايل قبل اي معنا شوف هم وايد يحبون الطباخ ويحبون معنا حمود يعني مو تطور قبل ولا انفتاح يعني ولا اعلام قوي مثلاً. غير انه يعني عندهم كل شيء عادي. انا ملاحظه شغله الحين ان ابوي بسم الله عليه الله يطول لي بعمره كل ما قاعد يكبر كل ما مخه قاعد يصير ويانا متفتح اكثر ما شاء الله. يعني قبل مثلا قلب الجوبانيت كان يتنرفز، الحين شويه مخه تفتح خلاص انه يعني انه قام يشوف فهم ليش هو كان كله يقول مثلا تحجبوا. الحين فهم كل ما قاعد يكبر بسم الله عليه شنو قاعد يقول؟ قاعد يقول انه مو الحجاب هو اللي يبين حق البنيه، مو الحجاب اللي يبين والله البنيه زينه ولا مو زينه. مو اوكي هو الستر لازم ان الوحده لازم تلبس اخلاق البنت داخلها اخلاقها هو كان شنو عنده نظريه مثلا الشعر الاشقر مو زينه مو زينه، شعر اسود بنيه زينه كذي فهمها صح. في انطباع شيء ماخذينه شوي شوي يعني لما يعني بين السوالف بين لما احنا احتكينا فيه اكثر من قبل فهم استوعب انه بالعكس الحجاب في شيء عقدني يعني ليش شفنا يعني ريايل قبل متفتحين ومتفاهمين الوضع الحين مع انه الحين شباب هالايام ها وفي اعلام وفي متطورين يعني اكثر الشباب اللي يدت تربوا على الجيل الجديد، امهاتهم ربوهم على الجيل الجديد، ما تربوا على جيل على قولتهم ابطال الديجيتال ما شنو انه على الدلع الماسخ. يعني تعال قبل بنيه خل فيها خير تقول والله انا بتزوج فلان، الحين تحط اصابعها بعيونها لا انا بتزوج فلان وما راح اتزوج غيره وتفرض عليهم ولا ما تزوج تنزل راسها انها تستحي. فكل واحد على قبل يعني شلون انه جيل بعد جيل كل واحد على التربيه. لا صدق حمود الكلام انه الحين يعني شوف يعني مثلا البنات او الاولاد هم يفرضون على الاهل مثل ابي هذا ولا ما راح اتزوج يعني انا مو الاغلبيه بس انه لا والله وايد مو الاغلبيه بس يعني بس انه صار في تفاهم صار مثلا ان الام والاب المتفاهمين الواعيين الكبار اللي يعرفون سعاده بنتهم وين اول شيء ما يضغط يعني بالاول بالاخير الاب والام راح يقولون هي شافت الشخص هذا بعينها تبيه هي اللي راح تعيش معاه مو احنا. اوكي فتلاقين الام اي اي فتلاقين الام لكن الاب يسالها انت تبينه مقتنعة فيه؟ انت إيه مقتنعه فيه انت كذي هذا بهالوقت هذا قالت البنت اي انا متاكده هذا زين يبا الله يوفقكم وكذي وهذا وترى انت اللي اخترتيه عشان بعد اي بعد سنه بعد سنتين الله لا يقولها صار ما صار ترى الاختيار منك انت احنا ما غصبناك ولا قلنا لك لا ما شنو هذا الله يوفقك وهذا صح. لكن يعني خرد انه في يعني في فتره على هالطاري انا ان انت البنت ما تقدر تقول حق اهلها ان انا لا ابي فلان ابوها يقول لها فلان ماكو وباكر راح يجيب لك واحد انا ياخذك غصبا عليك واشوف بطلي حجك ترى لا بعدين احنا وصلنا عادي مرحله ان البنت تقول حق امها ترى انا اكلم واحد وهو يعني وياي خذ رقمي ويكلمني وانا عاجبني امها يمكن تتصل عليك فعادي يعني انا هذه ما اشوفها عيب يعني كذي سيده وبعدين البنت شوفي لحظه هذه البنت الزينه اللي تروح وتكون كتاب مفتوح حق امها وتقول لها يمه ترى 1 2 3 4 انا عندي الشخص هذا واذا مو متاكده هات تكلميه ترى بيخطبني بيكلم امه بتي هذا فهني الام لما تاخذ التلفون وترفع التلفون على الولد
ترى مو عيب، انت منو من ولده شو اسمك ابوك زين وين امك عطني امك هذه امي الو هلا والله ام فلانه شو اخبارك اي والله حياكم الله ان شاء الله هذه الساعه المباركه تعالوا خلينا نتقول هذا الشيء يعني صدق هذا الشيء صح لكن الحين تبي عندك امهات شكتي تخ ماكو يلا ابوها زحمت في شيء الحين خلوني البنت تسوي الشيء اللي هي